وللحديث عن الواقع الصناعي في العراق والتحديات التي تواجهه ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا. وحياكم الله دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك دكتور صباح. ما الذي أوصل واقع الصناعة في العراق إلى هذا المستوى من الانهيار الذي أدى إلى توقف العديد من الشركات والمصانع كما تعلم؟ تحية لكم ولقناتكم الرائدة في متابعة الشأن العراقي. حقيقة منذ 20 عاما ولغاية اليوم مررنا بخمسة حكومات وحكومات منتخبة وفق عمليات ما يسمى بصندوق الانتخاب الديمقراطي أو بالأحرى اللاديمقراطي الذي أتى بكادر غير متخصص في إدارة الدولة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. في الجانب الصناعي حقيقة أولا عاش العراق فترة حرب 8 سنوات ثم حصار 13 سنة، ثم أتوا هؤلاء الذين لا يملكون خبرة في إدارة حتى أبسط مؤسسات الدولة وليس الصناعة وليس الاقتصاد حقيقة. يعني لو إدارة مدرسة لا يتمكنون من النهوض بها. لذلك نلاحظ اعتمدوا بالدرجة الأساسية على الإيراد النفطي وحولوا العراق إلى بلد ريعي تقريبا أكثر من 95 إلى 96%، وهذا أدى إلى عملية المحاصصة الحزبية للقوى السياسية في عملية توزيع ما يسمى بالموازنة السنوية. والتخصيصات الموجودة نلاحظ تنخفض منذ 2003 ولغاية الآن سنويا بالنسبة لقطاع الإنتاج الصناعي والزراعي. نلاحظ هذا هو الجوهر الأساسي الذي أدى إلى توقف عديد المصانع، إضافة إلى عمليات السرقة والنهب وغسيل الأموال وغير ذلك. ومن السهولة لإدارة الدولة نلاحظ بهذا الأسلوب الجاهل في الجانب الاقتصادي أن عمليات التخصيص كبيرة جدا تسهل على عمليات السرقة للمال العام من خلال مشاريع وهمية، وهذا ما أكدناه حتى عام 2019. نلاحظ عديد المشاريع الوهمية التي كانت تدار من قبل مافيات سواء داخلية ومرتبطة خارجيا بوجود شركات وهمية، نلاحظ أدت إلى ضياع وهدر عديد المشاريع التي تم التوقيع عليها في عملية إنشائها أو تطوير ما يسمى بالإنتاج الصناعي والزراعي، ولكن النتيجة نلاحظ خسائر كبيرة أدت إلى عملية توقف حتى المشاريع التي كانت تعمل بعد 2003. حاليا هي أما أن تكون عاجزة عن عملية التطوير أو أنها توقفت وأدى إلى تسريح عمالها وفنيها ومهندسيها وإداراتها التي تعاني حاليا من حالة البطالة أو الخسائر المستمرة لبعض المشاريع حقيقة، وهذا يخدم الفساد بشكل أكبر. طيب. حيث أن هناك استيرادات كبيرة جدا تقدر بحدود حوالي أكثر من 30 إلى 40 مليار دولار للمنتجات المختلفة التي كانت تصنع داخل العراق. طيب دكتور صباح، يعني رغم مرور كل هذه السنوات ورغم أيضا تعاقب ورغم تعاقب الحكومات، لا يزال الفساد مستشريا ولا تزال الصناعة من سيء إلى أسوأ والمصانع والازدهار الصناعي لا يتحقق في العراق. هل هناك قوى خارجية تعمل لأجل جعل العراق يعني متخلف اقتصاديا أم ماذا؟ بالتأكيد هناك قوى تعمل على الضغط على السلطة
الجاهلة حقيقة، السلطة الجاهلة في إدارة البلد، وبنفس الوقت هناك برنامج واضح المعالم لعملية إيقاف وتدمير أي شكل من أشكال عملية النهوض الصناعي، حيث العراق يمتلك من المواد والمواد الخام الكثيرة والكادر المتخصص، وحقيقة المواد التي كانت تصنع في العراق قبل 2003 كانت تسد الحاجة بنسبة ولو كانت بحدود حوالي 20 إلى 30% أثناء فترة الحصار، ولكن حاليا بصراحة مساهمة الصناعة لا تتجاوز 1.5% من الإجمالي المحلي للاقتصاد العراقي. فإذا هناك حالة من دكتور صباح، هل تقصد أن الصناعة العراقية الآن في هذه الأيام تعيش أسوأ من أيام الحصار؟ بالتأكيد حاليا تعيش أسوأ حالة، وبنفس الوقت لم تكن هناك عملية صناعة لمنتجات تعطي الإمكانية العالية لوقف عمليات الاستيراد. يعني هناك صناعات أشبه بأنها تكون صناعات محلية لا تدر على البلد إيرادات كما كانت سابقاً. يعني حتى لو كان عمليات التصريف الداخلي نلاحظ كانت تدر على أصحاب المصانع سواء كان القطاع الخاص أو القطاع العام إيرادات للدولة لأنها كانت مبرمجة، بينما حاليا نلاحظ هناك انخفاض كبير جدا في جانب توفير متطلبات ومستلزمات الشعب العراقي بكل أشكال الصناعة حقيقة، ولذلك نلاحظ يستورد العراق كل شيء من المواد الغذائية إلى الصناعات الخفيفة إلى أدوات المنزلية إلى مواد التنظيف وغير ذلك، وحتى الأدوية وغيرها نلاحظ ما زال لغاية الآن مصنع الأدوية في سامراء يسير ببطء كبير جدا، ويتم عمليات الاستيراد لمختلف أنواع الأدوية وغيرها. إذا نحن يرافق ذلك سوء جدا في إدارة المواد الطاقة والمياه التي تحتاجها الصناعة. يعني نلاحظ حاليا بصراحة حالة الجفاف التي ستضرب العراق هذا الصيف، هناك قرارات من وزارة الموارد المائية بعمليات تجفيف كل المزارع الأسماك وغير ذلك، إجراءات ترقيعية دون مفاتحة الجهات المسؤولة الممثلة في تركيا وإيران في مسألة قطع المياه عن العراق وحصته الدولية في المشاركة. دكتور صباح سريعا لو سمحت لي، يعني كيف يمكن لدعوات الحكومة للاستثمار في العراق أن تجدي نفعا؟ هناك دعوات كما تعلم للمستثمرين بأن هلموا إلى العراق واستثمروا فيه، كيف تقرأ سريعا؟ بصراحة عسكرت الحياة الجوهر الأساسي، الأمن غير متوفر، حالة الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة التي تفرض نفسها على الشركات القادمة في عمليات الاستثمار بمختلف أشكاله، حتى الشركات العالمية الكبرى المسنودة دوليا نلاحظ أنها يتم عمليات الابتزاز لها، ولذلك نلاحظ تحاول جهد الإمكان أن تكون ضعيفة القبول بالشروط العراقية، أو بالأحرى تتم عمليات فرض شروطها وتحميل العراق للمشاريع الاستثمارية بتكاليف عالية جدا كما هو في مجال الطاقة والنفط وغير ذلك. نلاحظ هذه الجوانب تعطي مؤشر أن المستثمر الأجنبي صعب جدا دخوله إلى حالة الاستثمار في العراق في مجال الصناعي أو في
المجالات الأخرى المختلفة إلا أن يدخل ضمن قنوات الفساد المستشرية في مفاصل الدولة. كنت ضيفنا عبر سكايب من عمان الخبيرة الاقتصادية الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لك.